صباحكم الله بالخير ونرحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الديربي اللي يأتيكم على قناة الاي تي في. أصبح في على الرواد الكرام، على اليمين النجم الدولي العمدة كابتن الكبير محمد كرم، صباحك الله بالخير. بجانب الهداف الدولي السابق كابتن جاسم ويدي، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. على الجانب الآخر اللاعب الدولي السابق كذلك خالد الشمري، صباحك الله بالخير. آخر الحضور بالنسبة لي نجم، بس الجمهور الحين ما شاف هذه النجوميه يا محمد القحطاني، يبي يشوفها على ارض الملعب. لاعب منتخب الكويت مراحل سنيه، لاعب نادي الساحل حاليا وغادسيه سابقا، محمد القحطاني صباحك الله بخير. صباحك الله بالنور، وصبح عليكم وصبح على الساده المشاهدين. ان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم باذن الله. هلا بك. هلا اول حلقه ويانا. لا خفاف شنو بتقعد عليهم؟ اول ظهور علي بعدين خلنا نعطيه خمس دقائق وشوي شوي تدريجيا نرفع الرتم عليه. بس ناصر ولا والله ما يدرون، اقول على الهواء شقيق طبعا لاعب نادي الكويت السابق، لاعب منتخب الكويت ناصر القحطاني، لاعب مميز في خط النص كذلك. انت يا محمد مميز، بس ما ادري ايش سالفتك اخر كم سنه. والله عدم توفيق شوي. ان شاء الله التوفيق بحاله في ايام الله باذن الله. بنتكلم في الحلقه ان شاء الله ونعطيه عليهم عين. ترى ناصر يعني كان خوش لاعب وتعور. اي نصاب تعور اصابه، الله يحفظه ان شاء الله من العين ويحفظه من الشر. الجوله اللي طافت مالت الدرجه الاولى هو افضل لاعب في دوري الدرجه الاولى ما شاء الله تبارك الله ناصر. عقبالك يا محمد، شد حيلك. انا قبل ابلش الحلقه احب اشكر معالي وزير الاعلام ابو يوسف الغالي السيد عبد الرحمن المطيري، وكذلك وكيل التلفزيون سيد تركي المطيري ابو عبد الله، على تعاونهم مع قناه الاي تي في. التعاون المثمر هذا اللي ما هو غريب عليهم السيد عبد الرحمن المطيري بيوسف ولا الوكيل تركي المطيري، اثمر على ان شاء الله التعاون مع شاشه نقل الدوري الكويتي على قناه الاي تي في. باذن الله راح تشوفون من باكر الدوري الكويتي، مباريات الدوري الكويتي ابتداء من الغد اللي هو اليوم، دشينا يوم جديد، العربي وخيطان الساعه 6 الكويت والساميه الساعه 9 مباشر على قناه الاي تي في. اشكر مره ثانيه معالي وزير الاعلام هذا الشخص الراقي اللي تعاون مع هذه القناة الخاصة قناة ATV في نقل الصورة لهذه القناة المميزة اللي بإذن الله تشوفون نقل مميز بالتعاون ما بين شاشة والATV. أشكر مرة ثالثة عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام، بيض الله وجهك يا أبو يوسف على هذا التعاون اللي ما هو غريب عليك ومتوقع، وكذلك وكيل التلفزيون تركي المطيري أبو عبد الله. وإن شاء الله دوري من الجولة الثالثة بتشوفونه غير على الATV وشاشة. الدوري على الاي تي في ابو حمود. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف احنا يمكن قايلين هالكلام ورد نكرر الكلام، صدقني في قناه رسميه يعني الدوري نتكلم قبل لا نغلب. اول طبعا نشكر وزير الاعلام، نشكر وزاره الاعلام على التعاون مع القناه خاصه، مو احنا قايلين العداله الاي تي في، لان خلوا يحطون ببالهم في على اي مستوى، مو على بس مستوى الرياضه، صدقني شيء انت ما تقدر تقوله، ما تقدر في امور، في عندك علاقات خارجيه، عندك امور كثيره، ترى القنوات الخاصه عنصر مساعد للاعلام الرسمي طبعا، عنصر مساعد. لازم 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 تفكيرنا يكون كذي، ويكملون بعض، يكملون بعض. انت في اشياء يمكن انت عندك علاقات خارجيه، عندك امور ما تقدر تقولها بالقنوات الرسميه، انت تقول حق القنوات الخاصه. بس عليك يشوفون الناس، لا تعمل يعني لا تكشف الاسرار. لا انا اقول لك المفروض، وهذا شيء التعاون هذا المفروض يكون بالضبط، يعني تكون نشكر وزير الاعلام، نشكر وزاره الاعلام، ونشكر وكيل وزاره الاعلام على هذا التعاون، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه، واحنا ثقتنا كبيره في اصحاب القناه وفي اخونا احمد الفضلي ابو حمد مدير القناه، يعني ثقتنا فيهم كبيره، راح يطلعون شيء مثل ما تقول يبيض الوجه ان شاء الله. هذا اللي نبيه، واحنا ونكون متعاونين ان شاء الله مع وزاره الاعلام مع تلفزيون الكويت ان شاء الله. هذا اللي نبيه كابتن جاسم الغيدي، يعني نبي نقل على شاشه فضائيه في امكانيات عاليه، نقل مميز، استديو تعليق على اعلى مستوى، استديو تحليل على اعلى مستوى، هذا بالنهايه اللي مطلب الجمهور، نوفر مطلب الجمهور. وعبد الرحمن المطيري وزير الاعلام ما هي غريبه عليه ابو يوسف، متعاون دائما. شوف انت تتكلم عن احترافيه، الان اصبحنا ب 2023 احترافيه بكل شيء. لما تتكلم عن احترافيه اللاعب واحترافيه المدرب واحترافيه المفترض الاداري، لابد ايضا الاعلام له احترافيه، واعتقد الان بدات الاحترافيه من نقل يعني الدوري الكويتي على اي تي في مع التعاون مع شاشه،
مع التعاون اللي هي الاب الروحي دائما للاعلام الكويتي هو تلفزيون الكويت. نعم. وبالتالي هذا الامر اعتقد راح يعطي انعكاس ايضا ايجابي. يعني احنا اليوم معلش وين تشوف الاحترافيه مثلا بالدوري السعودي؟ تشوف نعم. الدوري القطري دائما تشوف القنوات الموجوده بالدوري السعودي خاصه ايضا ما تنقل ما ينقل رسمي، الرسمي ينقل حق منتخب سعودي مثلا. هذا يعطيك دلاله ان الاعلام اصبح شيء مهم في عالم الرياضه، مو مقتصر بس على اللاعب والمدرب والاداري، ولكن صحيح. ايضا الاعلام له دور كبير. اليوم نهني صراحه نفسنا اول شيء، ونهني شاشه، ونهني تلفزيون الكويت، ونهني الجمهور الكويتي ان الدوري الكويتي راح ينقل على الاي تي في اللي صحيح. المفترض انه كان يبدا من الجولات الاولى، ولكن احنا نعذر الجميع اليوم على قولتهم صفحه جديده، وبالتالي ان شاء الله يكون النقل على مستوى الحدث وعلى مستوى الدوري. هذا اللي نبي. وفيصل اعتقد انك ما تروح الملاعب، ما تقعد في مدرجاتنا، فهم زي اللي كنت بتشوف الدوري على التلفزيون. بالضبط. يعني شوف اكو نقطه، يعني اليوم خلينا نكون واقعيين، يعني ونتكلم بكل امانه، احنا شوف ننتقد وقت الانتقاد ونشيد وقت الاشاده. يمكن هذا الامر اللي وصلنا له اليوم من نقل للدوري الكويتي على الفضائيه الاي تي في على شاشه، يعني خلينا نكون واقعيين ونذكر الامر يعني ب ب ب ب بصراحه الاتحاد الكويتي له فضل بالامر هذا، لا ننكر الامر هذا بالتعاون اي ما في مشكله. يعني احنا نقول وقت ما عندهم اخطاء نقولها، ولكن الايجابيات نذكرها. تدارك الاخطاء اي في وقت. فاليوم اليوم اللي وصل الامر لان تنقل هذه مثل ما قال اخوي جاسم ان الاحترافيه يعني مشى في الخطوه هذه تحسب له امانه. احنا نحتاج اليوم الى قنوات خاصه انها تنقل يعني كل كل كل, كل العابنا الرياضيه الامانه، وهذا يفيد الرياضه ويطور من الرياضه. لان اليوم انت مثل ما قال اخوي ابو علي ومحمد كرم يعني لا ولا يهون الباجين ان التلفزيون الرسمي قيدك، لكن انت لما تنقل على القنوات الفضائيه لا بالعكس تاخذ حريه اكثر، تاخذ اصلا راح يكون في هناك تنافس. انا اتوقع يعني انت من خلال نقل الاي تي في انا اتوقع يمكن في قنوات ثانيه راح تدخل في المواسم الخط المواسم القادمه وتحاول انها تاخذ، تالي يكون مردودها على الفكره الاساسيه نذكرها كانت عند الاتحاد الكويتي لكره القدم، وهذه كل ما نقولها. ونشكر الاعلام امانه انه ساهم في هذا الامر، وصل الامر الى هذا الامر، ونتمنى ان شاء الله بالمستقبل يكون اكثر من قناه. باسم الجماهير طبعا نشكر جميع الجهات، يعني وزاره الاعلام، الاتحاد الكويتي، قناه الاي تي في، وشاشه، الجهات الاربعه كلها اللي بتنقل باكر حق والدتي الله يحفظها ويبارك فيها في البيت. لا طلعت سالتني وين، ما قاعد اشوف المباراه اول جولتين، تسالني وين المباراه، ايش اقول لها؟ اقول لها نزلي تطبيق واي فاي. فصفحه وانطوت ان شاء الله. نشكر الجهات الاربعه على النقل الدوري الكويتي للجميع. هم ايضا الوالده بتطالع المباراه باكر عرباويه، عيل ما تعشون بالليل المباراه، ما تطبخ لكم عشاء. كلمه حق تنقال انا اتوقع التوقف اللي صار هذه الفتره الطويله من صالح الاخوان في شاشه انه يطورون من شغلهم، خاصه راح يتعاونون مع اي تي في، بالتالي اتوقع راح نشوف شيء مميز. الله يوفقهم. لا ثقتنا احنا ثقتنا الكبيره في قناه الاي تي في ان شاء الله راح يكون لها دور كبير ان شاء الله في نجاح الدوري ان شاء الله التغطيه الاعلاميه. انا محمد بروح لك بنتقد، تدري ما 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 اعرف اطوف حلقه ما انتقد صراحه. محمد دوري الدرجه الاولى، انت احد نجوم دوري الدرجه الاولى، لكن ما حد يدري عن دوري الدرجه الاولى كلاعب نادي الساحل. تبلش المباراه ما في كاميرات، ما في نغل، شلون الشعور بعد ما كنت في القادسية وفي السالمية في نغل التلفزيون؟ والله طبعا هذه معاناة، وانتم عارفين الوضع يعني دوري الدرجة الأولى، طبعا لا ملاعب، لا نغل تلفزيوني، لا نظام الدوري زين نقدر نلعب فيه. يعني الفريق تونا سولف انا وفيصل، فريق تلعب وياه 4 مرات إلى 5 مرات إلى 6 مرات يمكن بالكاس، هذه شغلة، ملاعب سيئة، نغل تلفزيوني طبعا يعني احنا ما ودنا ينغل تلفزيوني دوري الدرجة الأولى. اي والله الدرجة الأولى ما تبي يكشف أمور. اي يكشف أمور واجد. الحين حاليا دوري الكويتي قاعد ينغل بصورة سيئة، هذا الدوري الكويتي الممتاز، فما بالك دوري الدرجة الأولى. قصدك يعني تسليط الضوء على الدوري الكويتي قاعد في أمور مو صحية سيئة قاعد تظهر. بالضبط. هذه ما تبيها تظهر. هذه يعني كافي علينا الدوري الممتاز، الحين تروح دوري الدرجة الأولى. بس محمد هذا شيء شوف في شيء إيجابي وفي شيء سلبي. طبعا. يعني صراحة أنت ودكم النقل ما النقل. احنا ودنا هذا هذا يعطيكم دافع. تقول أنا بدال ما ألعب درجة ثانية لازم عشان أروح للأضواء أقاتل عشان أصعد. طبعًا يعني طبعًا هو في شيء سلبي عدل مثل ما قلت. أيه. في أشياء سلبية إنه لازم ينغل، يمكن أهلك، يمكن العالم، بدل المشجعين هذول المشاهدين بيطالعون، لكن في أشياء إيجابية إنه أنت كلاعب، أنتوا كفرق درجة أولى
الدرجه الثانيه الدرجه الاولى انك تقاتل عشان تقول اصعد عشان اروح للاضواء. اي صح، وهذه شيء لكم يعني فيها النقطه ايجابيه. هذه الاشياء محتاجه ملاعب زينه، محتاجه ملاعب رياضي زين عدل. الملاعب هذا يعني ما يصير احنا نلعب مثلا 4 إلى 5 مرات الى 6 مرات مع نفس الفريق. اي نعم، فهذه الاشياء لا لا على نظام الدوري هذا مو راضين عليه. احنا تونا قاعد نتناقش مع يعني يمكن 20 مره اكثر من 1000 مره قال دخل الجيش، دخل الحرس، دخل الشرطه، دخل هذا، دخلهم بالدوري بدال تكسر الفرق. خير بكبار ان شاء الله. احنا خطوه خطوه، موضوع الحين موضوع النقل التلفزيوني. انا شخصيا يمكن انت ما تبي، انا ابي اتمنى نقل، يعني هي مباراتين في الجوله صح، فريق مريح، نقل ابرز مباراه في كل جوله من باب الدافع، من باب اي بالعكس صح. اي لها مثل ما قال ابوي، لها ايجابيات لها سلبيات، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله تفاعل خير ان شاء الله. لا بس نقطه الملاعب نقطه عدله، الملاعب لازم تتعدل، ما لها شغل في الدرجه الاولى ولا الدرجه الثانيه، سو ملعب الكويت كلها تستفيد منه. يعني اذا سويت انت حق الساحل مثل ملعب زين، ولا حق ملعب برقان، ولا اي نادي من الانديه الدرجه الاولى، الكويت كلها تستفيد منه. نعم. ملاعب عدل، احنا وياك لازم يقاتلون عشان يسوون ارضيات وملاعب جيده. يعني مو شرط نلعب ملاعبنا، نلعب ملاعب مثلا نادي الفرسية، العربي، الكويت، استاد جابر، او على الاقل نلعب ملاعب على الاقل ارضيه تكون زينه، مو شرط الاستاد يكون او يكون زينة. محمد مثل ما نشوف التوجه ان شاء الله انه يكون في ملعب للمباريات، ملعب في محافظه الاحمدي، ملعب في محافظه ثورانيه، محافظه الجهراء، يلعب عليه مباريات، تمرن في ملعبك ونجي نلعب في المباريات هذه على اعلى مستوى ان شاء الله. بس موجود طيب، بس الوقت يمكن عامل الوقت، في حين راح يكون موجود عندك صيبيخات موجود وان شاء الله في ملاعب في ان شاء الله باذن الله. ابو علي خلاص بس كيف تحلطم ابو علي خلاص، ابشر بالخير يا ابو علي. ابي اشكر الرعاه وداعمين برنامج الديربي، اسمحوا لي ما ذكرتهم في البدايه، البنك الاهلي شكرا لكم على دعمكم ورعايتكم لبرنامج الديربي، مطعم بس كباب شكرا لكم على دعمكم برنامج الديربي، مطعم شاورما بن عمي شكرا لكم، شركه شنغان المطوع للسيارات شكرا لكم، وكذلك بن العميد شكرا على دعمكم ورعايتكم برنامج الديربي. ميداليه حققناها باسم الكويت وهي الاولى في هذه اللعبه، لعبه المبارزه على مستوى العرب في الاسياد، شيء طيب. خلونا نشوف التقرير نرجع لكم مرة ثانية. حقق اللاعب الكويتي يوسف الشملان أول ميدالية في لعبة المبارزة في تاريخ الكويت على مستوى آسيا ببطولة الألعاب الأسيوية 19 المقامة في مدينة هانشو الصينية، حيث خسر من اللاعب الكوري الجنوبي جيو بونجي بنتيجة 15-10. ألف ألف مبروك، أول ميدالية في تاريخ الكويت في لعبة المبارزة. نقول ألف مبروك، فخر للكويت اليوم، يوسف فخر للكويت، فخر لنا كلنا اليوم، نرفع رأسنا فيه للأمانة، سوى إنجاز غير مسبوق اليوم يوسف، سوى لنا إنجاز كنا نحلم فيه وحنا لاعبين، وكنا نحلم فيه وحنا مدربين، ما تحقق من أول ما تأسس الاتحاد الكويتي للمبارزة كلنا سعينا عليه بس ما قدرنا نوصل له. اليوم يوسف يعني فعلا رفع رأسنا، ونقول له هو فخرنا اليوم في الاتحاد وفخر الكويت. المطلوب منا مو هذه، المطلوب منا تأهل الأولمبياد ان شاء الله، نشوفه بباريس، وما راح يروح باريس عشان نتاهل، راح يروح باريس عشان يلعب وينافس. الف مبروك يوسف على تحقيقك اول ميداليه في تاريخ الكويت. الله يبارك فيك، ومشكورين على دعمكم هذا، واشكر الاتحاد، اذا عندك اتحاد مثل هذا ابطال فانت من طبيعي راح تكون بطل. كلمه حق والدك. قول مشكور على كل شيء قدمته لنا، ويعطيك العافيه. بطل يا يوسف شملان، وبيض الله وجهك، وشكرا لك، ونحييك ونشجعك، وعلى رفع علم الكويت في أول ميدالية للكويت وأول ميدالية عربية في هذه اللعبة. وعلي مو شيء سهل. لا نعم، طبعا نهني أنفسنا ونهني الكويت كلها على هذا الإنجاز. طبعا احنا طموحنا أكبر من كذي، لكن هذا إنجاز لازم يحسب للكويت، يلعب على أن أول ميدالية عربية في بطولة اللعبة بهاللعبة هذه. نعم. فأعتقد مبارك له، وأرجو أن
يعني ما ننسى يعني ما ننسى ما مو فترة بس لا ياخذنا الحماس وهذا وننسى، لا بحاول نركز عليه. وهذا مثل ما قال رئيس الاتحاد ان نطمح لي للاولمبياد في باريس 2024. واليوم جاب برونزية ابو علي، نبي يجيب فضية ونبي يجيب ذهبية. نعم في بداياته ونتمنى بالعبات اكثر. يعني احنا الكويت خلاص وصلنا ناخذ ميداليات على المستوى الاسيوي، واتمنى لاخونا يوسف الشملان يعني يشد حيله ويقاتل للبطولة الاولمبيات ان شاء الله. نعم. لا يكون طموحه يعني انه وقف عند هالحد، لا طبعا يكون طموحه اكبر ان شاء الله. ابو محمود انت رفعت علم الكويت في محافل، طعم شعور انك ترفع علم الكويت في اي محفل في اي بطوله خارجيه لا يوصف. طبيعي. جربت هذا طبيعي الشعور. طبيعي. اول شيء يعني مبارك انفسنا ومبارك حق اخونا عبد الله شملان ولدنا على حصوله البرونزيه. هو يوسف اللاعب يوسف شملان على حصوله على البرونزيه، وهذا فخر حق الكويت ان فيها رجال وعيال يقدرون يرفعون اسم الكويت عاليا. وهذا بالفعل يعني هذه يمكن الخطوه الاولى، وانا دائما اقول حق يوسف هذه الخطوه الاولى، عندك خطوات جايه اكبر واقوى، عليك انك انت ثابر وتجاهد نفسك وتتمرن اكثر على اساس توصل حق الميداليه الذهبيه. ولكن هذا الانجاز انا اعتقد انجاز يسجل باسم الكويت. واحنا دائما صراحه يعني انت ما تقول لي انت رفعت اسم الكويت ولا يوم من الايام حصلنا على انجازات كلنا يعني كلاعبين منتخب الكويت، انا اعتقد يعني شيء ما يوصف انك انت ترفع علم الكويت والنشيد الوطني. نعم. يعني يكون حاضر بالقاعه والملعب والدنيا تشوف شيء صراحه، تحس ان مجهودك اللي سويته بالتمارين والمعسكرات والمثابره بهذا الوقت انه ما راح هباء منثوره، تشوف انه قدام عيونك بالانجازات والانتصارات. على ايضا اداره مجلس اداره الاتحاد للمبارزه ان يعون تماما اذا كان يوسف الشملان واحد من عيالنا، ترى في وايد عليكم تهتمون بهذه اللعبه الحين، الناس قاعد تطالعكم نظره ثانيه، يمكن بالسابق كنا ما تحصلون على البطولات بالتالي الناس ناسيتكم، اليوم هذا الانجاز خلى الناس تنتبه على المبارزه، تنتبه على اللاعبين الموجودين، والله يوفقكم ان شاء الله البطولات القادمه. نعم. انا قبل اروح حق ابو فيصل نسيت اشكر ضاري الفضلي هذا المراسل الجميل اللي قاعد يمثلنا في الصين، واشكر مصور اللي وياه يعقوب يعني على تغطيتهم لاي حدث. يعني شفنا عبد الله الطرقي في الامس مع مقابله الحمد لله فاز في 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 لجنه في الاتحاد الدولي للرمايه، الان اول ميداليه، متواجدين في كل امر في علم الكويت. واشكر قناه الاي تي في كذلك اللي ارسلت هالشباب الاثنين لتغطيه هذا الحدث. يعقوب بس ما ادري انا قلت اسمه خاف يعني مزرق من دوامه او شيء، فقلت يعقوب ما كملت الاسم الثاني. لا يعقوب خام زرق من دوامه شيء ما يدرون وفيصل ميداليه. وهذه البدايه في حلقه سابقه كنا نتكلم هنا وموجود انت كنت في هالمكان، قلت لك المبارزه نتوقع منهم العاب القوه، نتوقع من الكاراتيه، يعني في العاب نتامل منهم نتوقع ان يجيبون لنا ميداليات. الاعداد كان جيد فيهم الخير. شوف احنا عندنا بالكويت مواهب الامانه يعني في جميع الالعاب جماعيه او فرديه، لكن الالعاب الفرديه يكون له اهتمام او المفروض مطلوب انه يكون له اهتمام اكثر، لان هي تحقق ميداليه من خلالها يعني كلاعب فردي. اليوم الاتحاد الكويتي للمبارزه عليه حمل كبير، عبء كبير، خلاص انت حطيت نفسك في موقف الحين يعني موضع انه لازم ان القادم يكون افضل. يعني انا متاكد ان لولا الله سبحانه وتعالى ثم موهبه اللاعب، ما ننسى دعم الاتحاد وشغل الاتحاد وشغل الاداري، لكن اللاعب عنده يعني موهوب، لذلك هو حقق اليوم ميداليه حق العرب في هذه اللعبه. يعني اليوم صحيح. اول لاعب عربي يحقق ميداليه في مبارزه في البطوله الاسيويه. يمكن نتكلم من ساعه الاخ رئيس الاتحاد. نعم. قال احنا نطمح ان ننافس. عاد هني عليك انك تضع برنامج متكامل بالتعاون مع الهيئه العامه للشباب والرياضه، تحط برنامج اللاعب هذا يكون شغله شاغل بس لعبه. نعم. تبي توصل للاولمبياد لازم تحط خطه من اليوم، مو من باكر، من اليوم اللحظه اللي فاز فيها في خطه تكون يعني معده حق اللاعب هذا، حق الاولمبياد، الاحتكاك وين المعسكرات اللي يسويها، يعني مو يرجع الكويت يلعب على مستوى الدوري وما اعرف ايش كذا. انا اتفق وياك فيصل، خلاص يبدا ينزل مستوى. يوسف الشملان مشروع بطل بالضبط، جاب لنا البدايه البرونزيه، هذا مشروع بطل في البطولات القادمه، الاولمبياد القادمه يجيب لنا الذهبيه. مشروع بطل انتهى. مطلوب منك انك انت تخليه دائما يحتك مع الافضل،
ما يمنع اليوم على مستوى اللعب. احنا ما يمكن ما يحضرنا منه الابطال العالم على مستوى اللعبه، انا اروح اشارك في معسكرات وخليه يلعب مباريات ضد ابطال حقيقيين. نعم نعم، معسكرات على على اعلى مستوى، اهتمام على اعلى مستوى، يتم توفير له كل شيء، الدراسه، التفرغ عن العمل، الدعم المادي. ترى التفرغ عندي في قضيه كبيره، هذه مشكله في الدقائق الجايه راح اتكلم عنها. لا في في شيء ثاني بعد خلف، يعني انت تتكلم الميدالية حصل عليها مع منو؟ تتكلم عن الصين 100 مليون نسمة، تتكلم عن اليابان، تتكلم عن مثلا كوريا، هذول انت وين تناطح الناس هذا؟ صح. يعني انت شو يعني، احنا اليوم نتكلم عن مليون فيها كبار ونساء وبها شباب صغار وعيال، كم لاعب مبارزه؟ فهمت الفكره؟ انت تطلع ثالث على ناس ملايين عندهم، يعني يقدرون بقمضه، يعني قوتهم قمضه فتح يقدرون يحطوا لك مثلا 100 واحد نجم. ولكن يبقى ان احنا بالفعل نفس ما قال فيصل، الكويت دائما ولاده بعيالها. يبقى بس الشيء اللي لابد ان احنا ننتبه له، ان على الاداريين سواء الهيئه العامه للرياضه او اتحاد المبارزه يهيئ كل الظروف له. والله انا اقول يا عبد الكريم الشملان، رئيس اتحاد المبارزه هذا ولدك وولدنا جميعا واخونا جميعا، راح تهتم فيه اهتمام مضاعف مثل ما هو ولدك. باقي اللاعبين عيالك تهتم فيهم كلهم ان شاء الله، لكن هذا بطل وبين الخطوه الاولى بينت اهتمام. لابد الولد هذا راح نتابعه، اي بطوله قادمه راح ننطر منه ميداليه. يوسف الشملان حفظنا اسمه في اي لعبه مبارزه، ناطرين هذا الولد مشروع بطل اولمبي يحقق لنا ميداليه في القادم. نتمنى بعد باقي اللعبات الفرديه، ناطرين تو فتح الباب، عندنا فرصه اي حق اللعبات الفرديه. وعلي انا عندي امنيه صراحه، يعني خاصه هالالعاب الفرديه، اتمنى انه لما يرجع من الباب الكبير، ما يدخل من الباب الضيق على قولتهم. قصدك يعني ما يرجع من الديره اللي هو تبي استقبال لازم يليق فيه. نعم. لازم يكون الاستقبال يليق فيه. صحيح. يوسف يعني البيدان ووزير الشباب على عيني وراسي عنده هناك قاعدين، فاكيد ما راح يفتح لهم هذا الامر. يعني يهيئ له من الحين حتى بالضبط. اعلاميا يعني اعلاميا احنا موجودين يوسف الشباب. يعني انا القصد ان اعلاميا يعني من الحين احنا نحاول نوصل رسائل ان لازم اللاعب هذا والبطل يكون له استقبال رسمي بإذن الله. حمود ما أدري أبو فيصل كل ما بيجي صوبك بيتكلم ما يقولي غط علي إذا تكتيك حطوني في الصورة. لعبة مبارزة تعرف عنها شيء؟ لاعب من قبل كرة قدم أنت؟ لا والله ما أعرف نهائيا، ما لعب فيها الأطراف شيء. لا ما جرت في المدرسة شيء. لا والله مبروك. والله ما تشوف أفلام عنتر؟ لا والله ماني فاهم. طبعا مبارك حق اخونا يوسف على هذا الانجاز، ومبارك حق جميع الرياضيين هذا الانجاز طبعا، اللي هو فخر لنا ككويتيين وكعرب، وان شاء الله الفال حق لعبات الباجي الالعاب الجماعيه والفرديه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بس انا دكتور قالوا لي انت ما شاء الله تبارك الله ترى مو بس كره القدم، انت شاطر في امور اخرى ودارس يعني كتربيه بدنيه. انت كنت لاعب جودو وبطل، لاعب كره قدم ما شاء الله ومثلتنا خير تمثيل. قالوا لي حتى مبارزه تعرف ما في لعبه فرديه ما لعبتها؟ لا بس عارف قانونها ودارسها في الكليه. اي لا مبارزه كان الدكتور محمد ثويني هو بطل الكويت طبعا مبارزه، هو دكتور. اي كان دكتور بكليه التربيه الاساسيه. شنو قريدي كان؟ شنو قريدي كان؟ كان هو دكتور بعلم النفس طبعا الدكتور محمد. وكان طبعا ترى في قصه كبيره ترى مع الدكتور محمد ثويني، لانه كان هو دكتور طلع ويانا احنا كره قدم، طلع دكتور نفسي معانا. النفس صح محمد ثويني. ايوه ايه يعني انت تتكلم عن رجل بطل الكويت ولعبه ترى مو هينه. هي الالعاب الفرديه يعني غير الالعاب الجماعيه، الالعاب الفرديه تعتمد على نفسك على مجهودك على تمارين وكذا. اللعبه الجماعيه ممكن اعتمد على فيصل كحارس مرمى، اعتمد على كابتن محمد كرم بنص الملعب يعطيني باص، يعني فاهم ايش الفكره. صحيح. ولكن انت اللعبه الفرديه تعتمد على الله ثم على مجهودك. وبالتالي لما انت ترى خاصه احنا مو لسه نعول على المبارزه، على جميع الالعاب، اللعبه الفرديه ترى لها 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 ترى وقت كبير. بالضبط. يعني كنت تلعب جودو مثلا، لعبت ثلاث العرب طلعت بالجودو وقتها سنه من سنين، انت تحس غير، انت تحس غير وانت تلعب جودو، تحس ان انا الحين قاعد العب باسم الكويت، انا باسم يعني مسؤول، انت مسؤول انت نفسك انك انت تاخذ ميداليه حق يعني الكويت. وبالتالي هي دائما الالعاب الفرديه يعني كتمارين حتى تركيز اكثر من الالعاب الجماعيه. ثالث العرب بطل. بس طبعا جودو بطل الكويت مثلا بوزني يعني. طيب بطل ايش خلاك تروح كره القدم انت بطل؟ لا بس انا يعني كنت قبل احنا ودانا الوالد الله يطول عمره ورفيجه كابتن محمد ابراهيم عاشور، فقال يبع عيالك، فرحنا لعبنا كنت 83 لعب جودو.
اللعبه كنا احنا نقول انه والله مو خطره كسرت ايدي، عرفت ان اللعبه خطره. طبعا لما تشدخنا وشدخنا يعني احنا تشدخنا وشدخنا العالم ايه ايه طقيت وين طقيت ايه يعني ايه ما فيها روح تعال ايه وتعتمد طبعا قلت لك تعتمد على شخصك انت. ولكن بعد فتره سبحان الله قلت لا بس خلاص بال86 رحت الثانويه تغير الوضع قلت لا فكر لا انا احب الكره. انت متى من 83 الى 86 بالغاتسيه لاعب كره قدم على كبر 86 لا تحت 16 سنه اول شيء 14 اي بالغاتسيه 83 بلشت بس ثلاث سنوات بالغاتسيه عندي الحين الكرنيه من لاعب الغاتسيه وكذي يعني بطل الكويت غتساوي النادي لا 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 غاتسيه بارك لك اي طرف اي طرف ثاني غتساوي لا في جزء غتساوي لازم في اصفر يعني مو بس انا قصدي شنو خلاص كان فكره تلعب كره قدم بس لما رحت الثانويه انتقلت رحت السالميه. وليش السالميه ليش مو نادي غاتسيه؟ السالميه كان مدرس عندنا مجدي سالم ايه هو اللي يعني مجدي سالم المدرب المعروف اي اللي كان عندنا بنادي السالميه بالمراحل معروف بعدين راح خيطان نعم فقال حق الوالد هم بعد يبه انا راح اساعده بالثانويه وبس يبه يعني زين احنا قبل نقول احنا نعرف القادسيه العربي وش السالميه انا كنت اقول يعني اقول حق ابوي وين تودينا السالميه يعني نروح السالميه ما نعرف السالميه صح ما نعرف السوق بس بالضبط ما تعرف ما تعرف السالميه قال انت روح ايش خسران رحت وبعد ذلك بطولات لا يعني مو بطولات صرت هداف هداف تحت 16 سنه قولت تقريبا 24 عندي للحين عندي الكشكول اللي اسجل فيه الاقوال اسجل الصليبخات اسجل واحد اسجل العربي اسجل غاتسي كذي يعني ف والحمد لله انطلقنا يعني من ذيك يعني تاريخ حافل يا ابو حمود ترى على فكره بقول لك شغله يمكن احنا كلنا ككويتيين قبل كنا صغار لعبنا جودو كانت في لعبه اسمها يذكرها ابو علي شط بطط تذكرها تعرفها هذه شنو مره ثانيه اسمها شط بطط شط بطط طط قبل هذه العاب قديمه ما طبعا ما مرت عليها لا مستحيل تذكرها يكون فريقين شوف فريقين وفي خط بينهم صحيح اي لعبناها بس ما نسميها شط الطط تدخل انت عند الفريق الثاني صح وطبعا يكلمون فيك ما ترجع وترضهم او يرضونك لا هو لا يكلمون فيك اذا انت افتلت اللي افتلت يطلع برا الفريق يعني عرفت شلون انت فهي جودو بس بشكل ذاتي بالضبط يعني طالع بس هذه جماعيه اي هذه العاب قبل مكسي شط الطط انا اقول دام وصلنا حق شط الطط خل نروح فاصل نرجع لكم مرة ثانية. أنا عندي رسالة ومناشدة لوزير معالي وزير الدفاع ومعالي وزير الداخلية ووزير التربية و و و و و القائمة تطول القيادات جماعة تفرق رياضي باسم سمو الأمير مرسوم الهيئة الرياضة تصدق عليه اتحاد اللعبة مالته تدقق عليه وتتواصل مع الهيئة والهيئة تعتمده باسم اللاعب ونقول عهد جديد والخير بقبال وما شاء الله الحكومه نصها رياضيين ويعرفون كوره ولاعبين كوره اكثر من 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 اللاعبين وماسكين اتحادات يرفض تفرق اللاعب الفلاني والفلاني والناشدكم وناشدكم في سناب مشيتوا لي والله ثلاث لعيبه تالي والله انشغلتوا في عشرات اللاعبين والاداريين والمدربين فريق اول في ظل الاحتراف اللي نتكلم عنه ونتغنى فيه ما قاعد يروحون التمرين لانه والله دوامه السيد منصور الظفيري ما طلع العوضي فلان والله قال له ما تطلع فلان ليش ليش تفرق رياضي خلاص شنو حاجتك حق الموظف ولا حق يا رجل مدرس تربية بدنية في غيره مئات مدرس تربية بدنية يا رجل حتى مو مادة يعني من المواد العلمية نقول شنو حاجتك له هل ما في أحد يسد غيابه يا معالي ما يجوز يا جماعة تعبت وانا كل يوم يناشدني لاعب والله ما حضرت التمرين والله لاعب يلعب في الدوري الممتاز واساسي من اهم لاعبين فريقه اخاف اذكر اسمه باكر منصور الظفيري ولا العوضي بعد يحط عليه زياده وزياده فاحنا نبي الناشد ان يا جماعه القانون نفسه يتغير يا شيخ احمد الفهد طويل العمر شيخ احمد الفهد مرسوم لازم يكون في امر قرار حق وزاره الدفاع ان المرسوم قرار التفرق يمشي مو في شلون حاطين الكلمه اذا وافق عليه الضابط المباشر الضابط المباشر والله بكيفه يعني هذا العوضي ما قاعد يوافق الثاني يوافق الثالث ما يوافق
موظفين المطار مساكين، اللعيبه كلهم ما قاعد يروحون التمرين، قاعد يروحون دواماتهم. شلون تبون احتراف؟ شلون تبون المنتخب يلعب؟ يلا هذا واحد من اللاعبين لاعب منتخب كره قدم ولاعب منتخب جودو وموقفينه ما قاعد يروحون التمرين، شلون تبون يصير عندنا منتخب اذا هذول مسؤوليننا؟ مناشده لوزير الدفاع مره ثانيه، يا الرياضي ويا وزير الداخليه الرياضي ورئيس مجلس الوزراء الرياضي، حلوا مشكله الرياضيين. انا عندي اتصال مع الكابتن فهد منيس مساعد مدرب فريق نادي اليرموك. صباحك الله بالخير فهد، تسمعني؟ صباحك الله بالخير خير اخوي خلف، وصبح عليك وصبح على الاخوه المشاهدين وصبح على ضيوف الكرام. الله يحفظك فهد، انا يعني متواصل وياك منذ ايام ما هي قليله الامانه، وحاولت اكثر من مره، وانت حاولت وارسلت انا كتابك وارسلت اسمك وارسلت مسجك، يا جماعه مدرب فريق اول عنده دوري شغال موقف تفرغه، الى ان عجزت. لما عجزت ناشدت في قناه الاي تي في لعل المسؤولين يحسون فينا، فابي المناشده ما تكون منك يا فهد لعلها صدى اكبر. اخوي خلاص، يمكن اول مره اصرح بهالشيء. احنا بدوره البرو الاخيره اللي خذيناها، انت تعلم كمدرب التكاليف اللي فيها والمعايشات اللي فيها من كل الامور هذه اللي فيها. اخوه المدربين في احد مدربين اخوه دوره البرو عرض علي عقد احترافي ومستعد ادزه لك. انا سبب رفضي حق العقد الاحترافي اللي برا اني كنت ودي اني امثل البلد في احدى الدول الخليجيه، ان ادري ان دوامي خلال 10 ايام ما راح يعطيني اجازه ومده سفر، فرفضت انا مبدئيا. فالحين حاليا انا بالكويت ومدرب مساعد مدرب فريق الاول بنادي يرموك، من ان انا اخدم البلد باي مكان، بس ان يرفض التفرغ بسبب مثل ما تفضلت ان يرضى الموافقه او العدم، ما يعني انا من 2011 اني انا ادرس رياضه للحين 2023. انا ما اتكلم عن فهد منيس بس، انا اتكلم على ثلاث لاعبين عندنا ما يجون التمرين، على اكثر من لاعب، على اداري. احنا شلون يعني شلون بنسوي رياضه، وخاصه الحين توجه الدوله الى الرياضه. انا شلون اروح التمرين صبح وعصر، خاصه في البري سيزون؟ انت تدري بري سيزون صبح وعصر، شلون انا اروح اداوم ارد مره ثانيه اروح العصر؟ فالامور صعبه جدا. فنبي يعني من المناشده من الشيخ احمد الفهد يلتفت حق اخواننا الرياضيين، لان خاصه كان رئيس الاتحاد الرياضي قبل. صحيح والله ابو فهد، صوتك راح منيس وياي فهد. وياك ابو فهد، والله عشمنا فيه وهقوتنا فيه، والله كبيره كبيره كبيره. يعني سمو رئيس مجلس الوزراء، كان رئيس اتحاد الشرطه، وكان اعتقد مدير الكره في النادي العربي في سنه من السنين، عضو مجلس اداره في اتحاد القدم، طلال خالد رياضي. انت عارف خالد، تفضل. انت عارف الهيئه ما تطلع حق اي احد الا انت مستوفي الشروط كامله. نعم، واتحاد اتحاد مؤيد والهيئه مؤيده المرسوم يروح لجهه العمل. اي يعني ما مو اي واحد، انا ما راح اقعد ببيتنا، يعني قاعد ببيتنا وطالع لي تفرغ مثال 9 اشهر اقعد ببيتنا، لا انا قاعد اشتغل، يعني قاعد اطور من نفسي، قاعد اطور من المنظومه كلها. احنا ليش من 2011 انا ادرس ل 2023 اخوي خلاص تدري انت؟ نعم نعم نعم، انا شاتي فيك مجروحه فهد، زاملتك في 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 التدريب، وما شاء الله تبارك الله لما وصلت انت لاعلى مستويات، وصلت اخذت اعلى شهاده في كره القدم، الان تدرب في فريق مرحله الفريق الاول، رجل مجتهد وتبي تعطي اكثر، لكن قيد التفرغ هذا ان شاء الله انه يعني ينكسر ويصير اللاعب فعلا لاعب محترف، ويطبق القرار هذا على الجميع، مو والله بعض يطبق عليهم والبعض الاخر لا. نتمنى من مسؤولينا الكبار اللي نثق فيهم ثقة عمياء، الرياضيين هذيلي، أن يلتفتون لهذا الأمر البسيط ويحلونه. فهد، ما أدري إذا بتضيف أمر آخر، أنا باخذ رأي الإخوان في هذا الموضوع، وكذلك راح الناشد. وصدقني يا فهد، أنا يا خلف وفي قناة الاي تي في تعودنا على الرأي والرأي الآخر والانتقاد بكل أدب وكل حرية وكل سخط، ما راح أخلي الموضوع هذا، أنا وعدك وعد، الموضوع هذا راح أتكلم فيه يوميا إلى أن تأخذون حكم. أنا خلف والله ما أتكلم على فهد النيس، صحيح صحيح، أنا أتكلم على اخواني اللاعبين، اخواني الاداريين، اخوان
كلهم يعني مو فهد منيس بس صحيح. انا ما ادري ان اليوم ان اروح التمرين ولا ما اروح التمرين بسبة الدوام. انت تدري النادي ما راح يصبر عليك، يصبر عليك مره مرتين ثلاث تغيب راح يقول لك لا خلاص يبقى. خلاص انت ضار مشغول بالدوام، يعني انت هم قتلت طموحي، قتلت ما ابي اقول يعني قطعت رزق فلان ولا قطعت رزق فلان، ما يعني هالامور هذه كلها تشمل يعني معنويا وماديا كل الامور. قول ان شاء الله فهد، بس ان شاء الله باكر ان شاء الله تدق علي الصبح تقول لي الامور مشيت وصار في تعميم وتفرقات مشيت والامور طيبه ونطلع ونشكر معالي وزير الدفاع وزير الداخليه ورئيس مجلس الوزراء والتربيه. بشكر الهيئه العامه للشباب الرياضي بشار عبد الله، اخوي نصار، اخو يوسف البيدان، مو مقصرين الامانه وياي كانوا على تواصل نفس ما انت. اشكرك انت يعني 24 ساعه كنت وياي. لا شكر على واجب، هذا حق لك علينا حبيبي يا اخوي. خلاص شكرت المسؤولين في الهيئه اللي متواصلين وياك قاعد يحاولون يحلون المشكله اللي ما انحلت. صحيح؟ صح صحيح. بس بتضيف شيء ثاني فهد؟ لا مشكور الله يحفظك. حافظك الله وان شاء الله تنحل المشكله. انا اعجز عن الكلام ابو علي، لكن اقول عشمنا فيكم كبير يا سمو الشيخ احمد النواف، يا ابو فهد الغالي، يا شيخ طلال الخالد، عشمنا فيكم كبير. تفضل. لا هو شوف هالمشكله هاي ترى نعاني منها من فتره طويله، هذه تلقى الوزير موافق على التفرغ الرياضي وموقع، هذا مرسوم اميري مثل ما قلت وموقع وكل شيء، اي المسؤول المباشر هو يوقف الكتاب. زين في مرسوم اميري، في الوزير موافق، وزير الوزاره نفسه موافق، يعني فتي مدير عادي ولا مدير والنعم فيه ولا المسؤول المباشر واللي يوقف الشغله، فيعني لازم الوزراء يتابعون هذا، يقول له هذا في مرسوم اميري، يعني لازم الوزراء يتابعون المدراء اللي يوقفون الشيء. يعني احنا وبعدين مثل ما قلت ورئيس الوزراء احمد النواف وزير الداخليه طلال خالد نائب الاول، وزير الداخليه طلال خالد رياضي، احمد نواف رياضي وطلال خالد رياضي واحمد الفهد رياضي، ثلاثتهم رياضيين، ونتمنى من الوزاره كلهم، طبعا انا ما اتكلم على على رئيس الوزراء ووزارتين، على جميع الوزارات انه يتابعون المواضيع. ففعلا انت تبي تطور تبي تشتغل، فهذا لازم يعني مثل ما قلت انت لما عندك يعني 20 موظف في الاداره، اذا طلع واحد من هال 20 ايش بيأثر على العمل؟ بيروح شهر وبيرجع، يعني ما يبي يروح وهو راجع، بيروح الشهر وترى بيرجع لك مره ثانيه. لا تفرغ ابو علي، تفرغ موسمي، تفرغ يا اخي موسمي، خله زين موسمي، عندك نيكس حاجه العمل، عندك نيكس يبقى هذا في مرسوم جاي فيه الرجال، تفرغ استقطب ناس جدد، استقطب موظفين جدد، لا ما لا توقف المرسوم، وهذا الرجال ترى يمثل يعني بالنهايه يمثل النادي، بيروح منتخب يمثل المنتخب، مو رايح يقعد في البيت مو مزرق من دوامه. مثل ما قلت موسمي، اللاعب ايش كثر بيلعب، بيبطل كره بيرد يداوم، يعني ما ترى ماكو مشكله، لا تعقدوا الامر سهل بس يبيله شويه مرونه. انا بس احنا تطرقنا وناشدنا، لكن اذا عندك كلمه اضافيه. انا بوضح بس قضيه المرسوم. نعم. هو قانون وليس مرسوم. قانون طلع صدر من مجلس الامه، هو القانون الرياضي 87 على 2017. في مواد بهذا القانون 16 17 18 19 20. حلو. قامت الهيئه العامه للرياضه اصدرت لائحه. حلو؟ ولكن احنا دائما نروح على المرسوم، المرسوم هو ليش هو معلش صار خلط بالامر. اي قانون يطلع من مجلس الامه يصدر من الديوان. يعني مرسوم من الديوان التصدير على هذا القانون، الناس عبالها انه هو مرسوم اميري، هو مش مرسوم من الديوان، فعبالها أيوة مرسوم، فهو مش مرسوم، هو قانون رياضي ملزم، مو ملزم، ملزم القانون اكيد، هو القانون بدام طلع من مجلس الامه ملزم، ما في روح تعال، وهذا قانون رياضي اللي انا قاعد اقول لك عليه 17 على سنه 87 على سنه 2017، في مواد، هذه المواد خذتها الهيئه العامه للرياضه وطلعت عليه لائحه. احنا نتكلم وين المفترض نوصله حق الاخوان المسؤولين، ليس هو بالعكس الشيخ احمد الفهد ولا الشيخ طلال الفهد ولا سمو رئيس طلال ما له شغل، طلال الخالد اسف، هم صحيح قيادات الدوله، ولكن على اللي تحت القيادات هذه
صحيح. اللي هي الوكلاء والوكلاء المساعدين مشكلة هني قوم يعني بدورك. فالمفترض انا ما اعلمهم صراحة، ولكن انت هذا اللاعب هذا بيخدم الكويت اول شيء، سواء اذا كان بالبطولة المحلية بيخدم الكويت، ان كان بالبطولة الدولية بيخدم منتخب الكويت، بالنهاية كلها منصبه حق الكويت. نعم حلو. هذا جزء. الجزء الثاني على يعني معلش يمكن ان كان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف هو رياضي ابو الرياضيين، وان كان الشيخ يعني سمو الشيخ احمد الفهد ايضا كان رئيس اتحاد سنوات للرياضه الكويتيه كره القدم، وايضا الشيخ طلال الخالد ايضا نعم. كان هو نائب للشيخ احمد الفهد لما كان اتحاد الكره الكويتيه. الشاهد يبقى اصدار تعميم منكم لا طبعا لا. خالد نائب حق الشهيد فهد الاحمد، لا الشهيد فهد الاحمد شيخ احمد الفهد وحتى الشهيد لا ما صار حق لا الشهيد فهد الاحمد فهد الاحمد لا الله يحفظك كان ويانا بالسنه 92 عفوا عليك مع احمد فهد كان انا اقول لك كان شيخ احمد فهد رئيس طلال الشيخ طلال خالد موجود بالاتحاد نائبه ولا شنو؟ لا انا اعرفه كان محمد عثمان من السن بس هو حتى الشيخ احمد الشيخ سمو الشيخ احمد نواف كان موجود بالاتحاد سافروا ويانا 92 يمكن سافر إيه إيه بس ما كان موجود بالاتحاد لا بس لا بس بس طلال خالد وزير الداخليه ونائب رئيس مجلس الوزراء كان مع فهد الاحمد الله يرحمه كمنصب كان منصب نائب مع فهد الاحمد بعد فازوا ما ادري كمل ولا كمل كمل 92 طلع ويانا معسكر كمل ماشي الشاهد يطلع تعميم يعني ريال مهم انا وصلنا رياضيين بالضبط يطلع تعميم منهم على الوكلاء صحيح اي تفرغ رياضي ما مو مفترض تطلع ولا تقول لي والله اساس اعطني البديل ولا ارد حق رئيس القسم ولا هذا ما يصير لان احنا نتكلم عن رياضه تبون رياضه تطور اعطوا اللاعب مساحه صحيح هذا كم لاعب احنا عندنا بالكويت 4000 لاعب 5000 لاعب لا يبا انت تتكلم عن فريق اول لا 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 انا اتكلم لا لا خل لو افترضنا انا اعطيك كل اللعب انا اقول الاول مثلا خلينا نقول 21 مثلا مساند حلو بس اسمه احنا ما نتكلم بس كره قدم صح نتكلم جميع الالعاب 5000 بس خلينا نقول 5000 شو بياثرون بالدوله 5000 يعني فهمت شو الفكره يطلع تعميم ما يرد حتى مو بس ترى عند الشيخ احمد الفهد والشيخ طلال لا حتى الجامعه جامعه الكويت وزاره التربيه وزارة التربية منطقة حوالي التعليمية ترى نص اللعيبة ما قاعد يروحون تمرين يا رجل مو كذي بعض الدكاترة يا ظفيري بعض الدكاترة يترصد حق لاعب المنتخب يترصد حق الرياضي ليش؟ يعني ليش تعمد انت الترصد؟ يبي احد يكلمه يدق عليه وليش يكلمني احد يعني انت احسب حسابك ان انت دكتور عندك ولد يلعب نادي وهو نجم تصور ها وفي دكتور ثاني معانده انت ما تحسب خاطرك اكيد يعني فانت ليش عامله المعامله خلت تصير شويه مهنيه بس بالضبط انا تبي اقول لك شيء يضحك يعني ما يخالف انت تبي الموضوع مبكي هذا شيء يضحك تكسر الرتم يضحك في ظل المأساة اللي قاعد نعيشها من ناحيه التبرع طبعا احنا اليوم مثل ما قلت انت احنا الناشد سمو رئيس الوزراء والشيخ طلال خالد والشيخ احمد الفهد انهم كانوا رياضيين يعني شيخ تحديدا هم الثلاثه انهم كانوا رياضيين وكانوا ماسكين اتحادات بالتالي نعم. عاشوا المشكله هذه او عاشوا الازمه هذه اليوم ازمه التفرق اليوم ترى موليت اليوم من سنه 80 يمكن او قبل الثمانين نعم. الى اليوم نعم. نعاني منها لازم نشيل التليفون رئيس الاتحاد على الشخص الفلاني نعم. معود ولدنا مشى وكذا هذه موجوده انا اللي بعطيك الشغله اغلب او ما بقول اغلب في بعض الاخوان اللي المسؤولين اللي قاعد يرفضون تفرغات اللاعبين انا يعني بكلمك خلينا نقول وزاره التربيه في بعض الاخوان اللي يرفضون تفرغات اللاعبين عنده منتدب مدرسين في مكتبه طول السنه يداوم ما يداوم مدرسته يداوم عنده طيب شلون شو التناقض اللي قاعد تعيشه انت مشي انت تقول انا مثلا انا ادري واعلم تماما ان بالذات اكو ماده تربيه بدنيه فيها عدد كبير فبالتالي انت لما يطلع منك لاعب واحد او اثنين او ثلاثه ما راح يأثر مدرسة ما راح توقف طيب انت قاعد تطلع مدرسين وقاعد تقول انا حاجة المكتب وحاجة العمل احتاجه عندي بالدوام كذا بعضهم يلف لفة يقول لك والله لا بعد الدوام ولا لا لا, لا انا اللي اعرفه ان اثناء الدوام يكون عندك متواجد احنا ما قاعد شو اسمه بالعكس احنا نبي الحين مشهور لا عدل كلام بالمقابل هذا لاعب وقاعد يخدم الكويت صحيح يعني اوكي يخدم النادي لكن من خلاله يخدم الكويت وكان زين تصدق لو يجي واحد عادي ما يحاربونه مو بالضبط انه قاعد يمثل الكويت وهذا يحاربونه والعمليه شنو يتعمدون يحاربونه انا اللي اعرفه الكتاب التفرغ لما يطلع مكتوب فيه يمنح جاسم الهويدي مثلا
إجازة مدة مثلا من إلى يمنح يمنح صح. يعني يمنح يعني كأنه في أمر أنه خلاص هذا عطى مو لو سمحت وتكرمت تعطيه ولا ما تعطيه يفترض نعم. أنه خلاص توافق وانتهى الأمر إن شاء الله تزيل الأمور. أنت لاعب أنت الحين الوحيد فينا اللاعب حالي عندك زملاء عندهم مشكلة في العمل ما قاعد يجون التمرين عطنا المعاناة عن غرب. شوف أنا لاعب حالي الحين ومجرب تفرغ التفرغ الموسم اللي حطوه الهيئة اللي قبل سنة أو سنتين تقريبا. أنت مدرس محمد؟ لا أوكي خلص لا التفرغ قبل كنت مرة يعني كنا نداوم 7 الصبح نطلع الساعة 2 و 1 ونص نروح التمرين الساعة كم؟ الساعة 5 أو 4. فشون طالبني أنت مثلا أني أدي بالتمرين أول المباراة ما راح نقدر صحيح. بس التفرغ الموسمي هذا اللي جربناه يعني أنت حطيت الكرة بملعب اللاعب خلاص بيدك أنك تحسن أدائك الرياضي بيدك أنك تمرن الصبح تعدل أكلك تعدل نومك هني تقدر تحاسبني صح عرفت بس 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 الحين يعني بعض المسؤولين نتمنى أن ما يتساهلون بالأمر هذا التفرغ ترى شيء مهم وشيء أساسي نبي على تطور الأمر هذا إنه يطلعون لا ما يعني ما يعني شلون أقول لك ما يرفضون ما يرفضون الرياضي نعم. لأن شيء مهم أساسي عشان تطور الرياضة صدقني يا لاعب وجربت فأتمنى إن شاء الله أنا أبي محمد يكمل في بعض اللاعبين فريقك الآن وإداري فريقك ما عنده تفرغ رياضي يعني لو عندكم تمرين الصبح إداري الفريق إداري فريق نادي الساحل قاعد تمرن إيه إدارينا مو موجود الأمانة يعني وبعض اللاعبين مدرسين مو قاعد تطلع تفرغاتهم طيب يأثر على الفريق كفريق إيه يأثر على المنظومة الرياضية بشكل عام كلها لا لكن إن شاء الله يعني الحين بالوقت هذا التفرغ شيء أساسي وشيء مهم إذا تبي تطور رياضة تبي تطور خاصة مثلا اللاعب كرة القدم يحتاج وقت للراحة وقت للنوم وقت للتمرين إذا هذه الأشياء كلها مو موجودة لا تطلب مني شيء لا بعد التفرغ أنا بس بكمل مع محمد دقائق لا أنا بس الجزئية تقدر إذا أنت يعني تخاف أن مثلا ما يلتزمون لاعبين يأخذون تفرغ مثلا ما يتمرنون كذا يكون في هناك متابعة نعم. من الهيئة العامة الرياضة اطلع تابع لا في متابعة الأندية نفسها لا خلص أسوي له توقيع بدال ما يوقع الدوام يوقعني بالمعرض يوصل حق الهيئة في أندية بصلة هذا التوقيع تقريبا أغلب الأندية هذا حل هذا حل من الحلول أعتقد نادي الكويت بصمة تفضل وأغلب الأندية بعد بصمة بعد أيوة السالمية وأغلب الأندية ترى الحين أبو علي توقيع حضور اللاعب وانصرافه دام في عقود خلاص دام في تفرغ الحين يعني النادي ما يدري إذا مثلا تفرغك مشى ولا أنت عندك عقد وخلاص مفروض أنه مشى عندك تفرغ فيحاسبك على الحضور على التأخير على هذا الصح على كل شيء هو يحاسبك جهتك رفض التفرغ شنو أسوي أنا يعني أنا بقولك هذه نقطة مهمة اللي قاعد يقول الحين القحطاني اللاعب يحاسبون على الحضور والانصراف بالدينار على حسب العقد طبعا طيب الحين هذا لاعب مداوم أنا نادي موقع خصم هذه اللاعبين يتأثرون هذه تقديرية حق مثلا مدير الفريق أو رئيس جهاز الكرة يدري مثلا تفرغ اللاعب بالجهه الفلانيه ما مشى لاعب لاعبين ثلاثه اوكي بس يجيني فريق فيه مثلا 10 لاعبين 11 لاعب 12 لاعب مو طالع تفرغهم زين شلون بمشي نظام بالفريق انت اعطيتني عقود واعطيتني تفرغ صح ولا هني كاداري مفروض اني احاسب اللاعب زين شلون تبيني احاسب اللاعب مثلا عندي اكثر من نص الفريق ما عنده تفرغ كنت تتمرن الموسم هذا عكس الموسم الماضي ايه. الصبح وعصر اي بسبب هذا الشيء بيدك يعني انت الحين الهيئه حطت كرب عند ملعب اللاعب خلاص نعم. انت تقدر مثلا تمرن الصبح في لاعبين واجد قاعد يتمرنون الصبح صح واجد متفرغين فمعدل نومه معدل اكله ففرق وياه الشيء هذا بالملعب وقاعد يرفع قيمته السوقيه حتى بعقده يعني في بعض الوزارات ايه؟ بعض الوزارات ما نقول الكل بعض الوزارات بعض الجهات متعاون اللي يشاركون عندهم مثلا فريق يشارك في دوري الوزارات في بعضهم من غير ذكر اسماء معطين تفرغات حق لاعبينهم ما يداوم في دوام لاعبين وزارات لانه متفرغ لشنو حق المباريات طيب انت لما يجيك لاعب يقول لك انا اللاعب نادي الفلاني تقول لا والله ارفض تفرغك طيب هذا اللي عندك ايش يسوي نعم صح انا اقول فيها صيغ قاعد يصير لاعبين وزارات متفرغين اصلا انا بسكر الموضوع هذا وناشدنا وصلنا صوتنا وصلنا صوت حق المدربين انت الحين تقول حق نتكلم فيه بس بعد وصلنا لحظه اول شيء انت قلت جزئيه غلط اول شيء اللي هي لا انت تعتذر قلت مدرس تربيه بدنيه شو مدرس تربيه بدنيه يعني مو ماده علميه اساسيه يعني التربيه البدنيه لا المفترض انها تكون اساسيه يفترض لما تصير اساسيه كلمه لا لا عشان اعتذر لا 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 يعني مو اساسيه مو علميه شو مو اساسيه الان كم حصتين يعني ما فيها رسوب ما لا الحين بالثانويه دشت ترى التربيه البدنيه بالمعدل كم حصه بالاسبوع شلون كم حصه بدنيه حصتين بالاسبوع
مو نفس الرياضيات، مو نفس العربي، مو نفس الانجليزي. انت الحين سؤالك مو اساسيه، مو مواد المواد افضل حصه عسى تكون بالصوره. انت تقلل، لا تقلل، لا تقلل. انا مدرس تربيه مدنيه عشان شي قاعد اقول لك. انت مدرس تربيه، اسف ابو حمود. لا اسمع 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 اسمع، لا مدرس تربيه، انا هذا حاضر تربيه مدنيه، هذا صاغط في كل الدروس، ناجح ناجح بالالعاب ورسم جوازن جوازن، لا بالالعاب ورسم. انا بسكر الموضوع وقبل لا اروح الفاصل، محمد عندي سؤال لازم اسالك اياه، لان بروح الفاصل بتطرق حق موضوع. ايش حقه يا ايبي؟ خليني اتحكي. لا تخلينا تخليك، كل ما سالت بحق طالب فيصل. طالب راح شغله كله بيسلم محمد، ما يسلم انت، لان انت قاعد محمد على كيف محمد. بعدين ابو فيصل ترى يبا احنا ما نتحكي بس، ترى جاري في الصباحيه خلاص، بس خلاص قلب عنده في الديوانيه الحين. شلون قلب عنده؟ قاعد رايه البيضه اكيد اكيد. هدنه ما تكلم بس هدنه في موضوع انا بكلمك فيه قبل الفاصل. انت كنت في نادي غاتسي ولاعب مميز مراحل السنيه ونجم من نجوم المراحل السنيه ولاعب منتخب مميز وكابتن منتخب المراحل السنيه، صراحه انا متابع جيد للمراحل السنيه. رحت قطر دوره قضيت فيها اربع سنوات، خمس سنوات، رديت نادي غاتسيه مو محمد الاولي، ما كنت زين في نادي غاتسيه. شنو الاسباب؟ لا والله ماكو اسباب، بس قطعه هذه يعني خمس سنين، لاعب اذا قطع خمس سنين طبيعي انه يرد شوي، يبي له فتره حساسيه الكره يعني. ما صبروا عليك؟ لا مو ما صبروا علي، انا ما صبرت عليهم. لا في فرق الصراحه جميله منك. انا بعرف الموضوع لانه وصل يعني خبر معلومه مو دقيقه ان عندك مشكله مع الشيخ فهد طال فهد، وطلعت من نادي السالميه بسبب هذه المشكله. لا مو صحيح. القادسيه القادسيه طلع من نادي القادسيه للسالميه بسبب هذه المشكله. مو صحيح المعلومه هذه. طبعا شوف اصبح على الشيخ فهد طلال، وشهاده حق كلمه حق لازم تنقال يعني. بضاري ما قصر وياي انا شخصيا يعني، محمد القحطاني كان داعم كبير لي من رديت من قطر، كنت رديت نادي غاتسيه يعني نادي، كان داعم كبير لي يعني. انا رديت موسم كان المدرب بابلو فرانكو اسباني، رديت شهر واحد نص الموسم، قعدت لنهايه الموسم. فنهايه الموسم في فتشه لبدايه الموسم اللي هي شهرين شهر تقريبا. نعم. شاهد على الكلام هذا ان ابو ظاري ما قصر وياي. طبعا بعد نهايه الموسم باسبوعين سافرت انا مع الربع، دق علي ابو ظاري وانا مسافر. قلت له اي والله مسافر، تبي شيء ناقصك شيء؟ قلت لا والله سلامتك. قال من ترد؟ طبعا كان وقتها تو جايبين المدرب الياغه خليل الجبابلي. نعم. قال اول ما ترد، شوف يعني باقي على الموسم شهر ونص تقريبا، شهر، اول ما ترد خليل راح يكون موجود وراح تمرن وياه، راح تعد نفسك. فكان مهتم يعني بشكل مو طبيعي. المهم رديت خليل، صارت عليه مشكله بالطياره تقريبا، ما تاخر. قال في نادي زين يمدحونه اعداد. دق علي قال لي ترى في نادي زين يمدحونه اعداد، روح تمرن فيه. لا والله انا دقيت عليه قلت له بضاري ان خليل تاخر ففي نادي زين. قال خلاص تم، روح وشوف المبلغ اللي يبونه والمده اللي تبيها لين فتره الاعداد الفريق. هو يتكفل بالمبلغ؟ هو متكفل كل شيء طبعا. فرحت وشفت طبعا كم يبونه من هالكلام وهذا وكم المده. قال اخذ المده اللي تبيها، وحتى لو تبي زياده بعد كمل وياهم، اهم شيء انك ترد مثل اول. علاقتي زينه مع فهد. لا بالعكس، كان داعم، كان داعم يعني، كان داعم لي بشكل يعني مو طبيعي. بضاري ما قصر وياي انا. انا خلاص يعني تركت القادسيه يعني، صارت مشكله بيني وبين المدرب مضوي، فمشكله بسيطه. ف بسيطه من وجهه نظرك؟ انا من وجهه نظري حسب ما وصلني انها ما هي بسيطه. والله يعني شوف المدرب هذا، ما ودنا نتكلم عن الناس، لكن يعني كانت مشاكله، يمكن اغلب الناس يدرون كانت مشاكله مع اللاعبين واجد شوي. ناشف بالتعامل معاهم، ناشف شوي اي مع اللاعبين، اغلب اللاعبين شوي ناشف بالتعامل، فمو كل شخص يتقبل الشيء هذا يعني. يعني مثلا انت عندك 10 9 لاعبين تهتم فيهم والباقي ما تهتم فيهم، مو كل واحد يتقبل الامر هذا. فالكلام ان هذا سبب طلعتك من الغاتسية، مشكله مع مضوي، مشكله نقدر نعرف. وانا ما تقبلت، لا مشكله بسيطه عاديه يعني، بس انه ما تقبلت اني اكون مع المدرب هذا عشان لا تصير مشكله اكبر يعني، بس لا اكثر ولا عشان لا تتفاقم المشكله، عشان لا تكبر المشكله وتصير يعني مشكله ثانيه. زين وطلعك فهد طلال بسهوله؟ قال توكل على الله. زين بعد الاهتمام اللي تم فيك ونجم بالمراحل السنيه؟ لا هو ما كان راضي على طلعتي.
ما كان يبيني اطلع تبي في بس الظاهر انا شكلك تبي تصيد على اي شيء احنا عندنا لا 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 قاعد تصيد هو قاعد تصيد لا ما كان لا لا عشان كلمه يمكن فيصل قاعد يقول لك غشمره احنا ما نتصيد على احد والنقد متاح للجميع ما في احد في الطلال لان انا في مشكله في محمد ومنو رئيس جهاز الكره منو نائب رئيس نادي غلاتسيا فطلال بس بس تكفى بسمع منه وباخذ توضيح لا لا ما كان راضي على طلعتي نهائيا يعني حتى جاني عرض الشباب وقتها اعاره لنهايه الموسم فما كان راضي قال لا تكمل مع الفريق يعني كان يقول لي اذكر حتى بدايه الموسم كان يقول هذه فرصتك الموسم هذا انا متاكد ان هذه فرصتك فما كان راضي اني اطلع بس انا ما تقبلت ما تقبلت انه يعني عشان لا تصير مشكله اكبر بس مع المدرب هذا طبعا النادي ما راح يشيل مدرب عشان لاعب عرفت شلون فعساس لا تكبر المشكله مره ثانيه قلت وافق. انا والله خلاص ابي اطلع وافق انك تطلع اي وافق والله ما قصر وياك يعني. الحين لما سمعت وجهه النظر من الطرف المتضرر اجل عدال عيف على طلال لا زي قاعد اقول لك انا قاعد اقول لك شوف شيخ بن طلال يعني اهتمامه باللاعب يعني جزاه الله خير يعني اداريا اوكي بس امور فنيه تدخل في شغل المدرب مالك مالك إيه يعني ما يملك من الشيخ طلال يفرض على المدرب انه لا لازم كذا كذا وقالها اخوي محمد قال مشكلتي مع المدرب لا لا طبعا ترى شيء يحسب بعد حق شيخ فهد طلال نعم انه يعني طلع اللاعب اي ما عاقبه ما وجه طريقه في مسؤولين ما تبي يقعد بالبيت روح قاعد بالبيت إيه ليتك ايامنا موجود يعني ليتك ايامنا صدق بس الحين لا شوف التفاهم بطلع طلع وانا كان انا ودي بس اعرف منه يعني انت راح ترجع القادسيه يعني عار نظام عاره وترجع ولا خلاص لا لا الحين لا بس اي عاد ان شاء الله اعطاك الحريه لا 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 ما بس ان شاء الله يعني الايام الجايه يبقى القلب القادسيه اي اكيد يعني طبعا ما يحتاج فمن تفضل بختم وياك تفضل من برنامجكم هذا احب اشكر الشيخ فهد طلال ورايته بيضه وما قصر وياي كمحمد القحطاني شخصيا يستاهل انت تستاهل كذلك محمد القحطاني بنروح حق فاصل عشان نرجع نتكلم عن المنتخب الاولمبي راح فيكم مشاهدين من جديد وسريعا بروح حق تغرير يلخص نهاية مشوار منتخب الكويت الأولمبي في بطولة أسياد الصين. سبحان الله كنا تدري بيجيبون 9 يعني قبل لو غشمره ما تتوقع انه بيش مرمى منتخب الكويت 9 اهداف سبحان الله هذه الله يطول عمره ذا عايشه والله يرحمها اذا ميته كانت تقول بيجيبون 9 سبحان الله جاء اليوم اللي يجيبون في مرمى منتخب الكويت 9 ابو علي ما اللوم اللاعبين او اللوم اللاعبين يختلف الناس لا في هذا الجانب لا خساره لا ثقيله خروج لا هو اللوم خروج ابو علي خروج مذل خروج صعب خروج عادي خروج طبيعي خروج وهم رافعين الراس البعض قاعد يطلق يعني تصريحات انت ايش رايك احنا خروجنا طلع من المباراه الاولى من 9 قوار عليك يعني لو مو عليك 9 لو عليك اغلب من 9 قوار نهزم الكره بس وانا قلت لك احنا تهزينا لعبه كره ما نخسرنا يعني لو مو خسران بهالنتيجه هذه الكبيره عشان في مجال انك تتاهل والمدرب يتحمل جزء صاحب الأكبر. المركز الثاني تأهل نقطتين فرق أهداف فرق الأهداف إيه بس تعال يعني لو مو تسعة هم البحرين وتاني نفس نقاطك صح بس بالأهداف تأهلوا عليك وأنا قاعد أقول لك المدرب يتحمل في أخطاء مثل اللاعبين في أخطاء في أمور مثل إدارة في أمور كثيرة ما نعفين من هالشيء لكن اللي يتحمل جزء أكبر المدرب اول شيء فاتح نتكلم عن المباراه فاتح اللعب مع 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 كوريا مع كوريا كوريا على الاقل فاتح اللعب مع فريق كوريا هاي النقطه هاي راحت المباراه هنا مع مكود دفاعات بس يمكن مو معطيهم التعليمات ما يصير تلعب دفاعات بدون تنظيم انا ذاك اليوم شارح لك الشغله انت شايف دفاعنا دفاع اذا ما الدفاع منظم مو تنغلب 9 اكثر بعد يعني انا اقول لك الحين احنا قاعدين هنا اقول لك دفاعات مو اربعه بنا شويه ودينا وزين التعادل زين مع ان عندهم هم لاعبين بالدرجه الاولى احنا الغلطه انه ما اخذ 3 لاعبين من الكبار هنا مباراه تايلند
يا اخي في انزين انت الحين اول شيء خلي التنظيم، التنظيم اوكي انزين انت بندر السلامه يعني بعض اللاعبين يتكلم بندر السلامه ما تبتي تبدي المباراه ابدا في بدايه الشوط الثاني ليش مخلي ثلث اخر ربع ساعه يعني تشوف ان المدرب عليه محمد الجزء الاكبر جزء من انت 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 طالع المباراه لما بندر السلامه ينزل طبعا شلون تغير اللعب اللعب كله يتغير يبنى جول التعادل وكنا بامكاننا نقول الحين لو لاعب قبل شويه لو بعطيه بعد خمس دقائق يعني لو بندر لاعب تاريخ الكره الكويتيه الانديه تصير اقوى من الاتحاد ما تصير ايش دعوه اي عفا عليك لا المانشيت المانشيت لاول مره في لاول مره تاريخ الكره الكويتيه عمر ما كان الاتحاد ضعيف ترى انت تعرف الشيء هذا الاتحاد دائما اقوى من الانديه الاتحاد السابق اقوى من الانديه الاتحاد لا هذا المفروض عشان الحين ما اتكلم لك اتكلم لك خلي اقول لك كلام عدل ان ان لا مو عدل لا لا لحظه لا خلي اتكلم انا خلي يكمل خليه يتكلم عشان يكمل لا لا عشان يكمل وعلي بتسكتني اول ذلك الانديه اقوى من الاتحاد هذا صلح هذا غلط لاول غلط ارد لا لا اتم على الغلط ايوه لحظه لا اتم على الغلط خليك كمل هذا راي راي لا لا انا اقول لك هي كمثال اي لا انا اي ماشي اوكي انا خليني اقول لك شيء انا بخليك تكمل بس خلني بعطيك الوقت كله انت تقول الاتحاد الوحيد اضعف اتحاد مر على تاريخ الكره الكويتيه تمام الاتحاد السابق هذا فيصل موجود موضوع الخمس محترفين تطبيقه كان شيء بغايه السوء يتفق عليه الجميع صح منو طبقه الاتحاد السابق منو اللي فرض على الاتحاد السابق مع ان الاتحاد السابق كان في لجانه يعني لجنه فنيه والاداريه شو تقول السنه الجايه بنغلص يعني كاتحاد مع التقليص كان الانديه تقول له قصب عليك خمسه شوف خمسه ولا انت تقول لي بس اساس الجزئيه ضعيف ولا هذا مثال عليك هالجزئيه مثال هذا اسمح لي انا بقول شيء غلط انا ما اتكلم هالجزئيه مو معناه ان انت معلش اتحاد مثلا الشيخ احمد اليوسف كان يعني مميز لا مو كذي ولا حتى اتحاد الشيخ احمد يوسف انه سمع بعض كلهم يعني الانديه بقرار واحد اسمح لي بقرار واحد مو واحد اسمع انا بعطيك الخمسه صح؟ ايه؟ انا اتكلم بجزئيه انه ما انت اعطيتني فرصه اتكلم تفضل بجزئيه انه ليش الاتحاد ضعيف والانديه اقوى منه؟ بطلب اللاعبين ما صارت بتاريخ الكويت البطوله انا كاتحاد اسمح لي تفضل يوم من الايام كان الشيخ احمد الفهدي ورئيس الاتحاد الكويتي لكره القدم في كان يسترجي نادي يقول انا باخذ منك لاعب يقول له لا راح يوقف اللاعب ما تبي تي اذا ما عندك عذر رسمي يقول لك انه والله انت مصاب انت مثلا عندك ظرف قصري انا راح امنعك انه ما تجي منتخب هذا من الاتحاد يطلع مو من النادي النادي دز الكتاب الاتحاد يرى ان هذا لا والله صح عنده ظرف يبعدونه ولكن ما عنده ظرف نفس اللي صار نفس الحاله هذه اطلب شو اسمه مهدي دشتي مايي اطلب المطيري مايي اطلب سير من الناس مايي وانا اقول كاتحاد اي والله لا حبيبي عمر ما كانت الانديه اقوى من الاتحاد انت كاتحاد المفترض تفرض السلطه وتامر امر ان هذا بعدين طالعين بشيء جديد صراحه قاعد يصير يعني موضه جديده لا والله ما في شيء باللائحه يقول انه والله فيفا دي على اساس انا اخذ اللاعبين ما صارت حبيبي منتخب الكويت كل الانديه اللي قاعد تلعب الان هي تخدم منتخب الكويت تخدم دوله الكويت ما يصير انا اي نادي يقول لا والله انا معلش ما اعطيك لاعبي على اساس انه ما في فيفا دي اي لائحه هذه تكون اتحاد عطني لائحه تكون موجوده الان بالتاع طلع اقول لي انه والله ما يصير انا اخذ كدوره لي ما اخذ لاعبين الانديه ما يصير خلاص احنا نتكلم اليوم انت لاعب منتخب الكويت اليوم الاتحاد الكويتي يطلب اي نادي اي لاعب من النادي عليه انه يستجيب يعني لان انت مو كيف يعني تلوم الانديه انت لابس شعار دوله الكويت لا لوم الاتحاد بس بعدين لا لوم الاتحاد ما لوم الانديه زين مهدي دشتي ناديك ما سمح له انه يروح ليش مو كيف الاتحاد من الاتحاد مو كيف الاتحاد ليش ما تلوم ناديك انه ما حل الاتحاد مو عمل وطني هذا مو المفروض نادي غلط النادي والله لا يضحي اسمح لي ليش ما يضحي النادي لا تقول كذي لان انا بعدين راح اقول لك لا قاعد تقول خلاص لا لا انت لما يعني تبي ناديك ينجبر غصب عنه بالكيف مو كيف اقول لك انا مو كيف يعني تبي غصب عنه انت اتحاد اللعبه انت مسؤول تعاد لعبة أنت مسؤول عن نجاح لعبتك هذا واحد اثنين أنت مسؤول عن كل المنتخبات الوطنية اثنين ثلاثة عليك أنت اتحاد ترسل الأندية لما أنا أقول لك أنا باللاعب الفلاني يلعب معاي اللاعب الفلاني تجبره وتوقف ما في أو ما رضى النادي ناس ما صار مثلا مهدي أنا ما أقول الحين انتهت البطولة ولكن ما يبي
اوقفه ست لعبات سبع لعبات على اساس اخليه لما يجز لك مره ثانيه انا كتاب من الاتحاد الكويتي عليك ان تحترم هذا الكتاب وتطلع لاعبين ولكن يعني واضح عندي موضوع احتراف الجزئي انت ما تبون عندي موضوع احتراف الجزئي ابو حمود تفضل لا الواضح 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 ان شاء الله الواضح ان مبين ان الانديه اقوى من الاتحاد طيب وهذا خطا وهذا مو خطا ما احنا ما نسمح فيه كرياضيين هذا واحد اثنين عليك كاتحاد ان يعدل وضعه ويكون يثبت للناس ان احنا ترى اقوياء احنا مو قاعدين بس كراسي احنا قاعد نبي لاعبين ما احنا كلاعب انا بالنهايه سمعت الكره الكويتيه بالضبط احنا كلاعبين احنا ما نرضى احنا ما نرضى ان ننطق من كوره تسعه اذا انت يا رئيس النادي او يا رئيس الاتحاد او انت يا الانديه كلهم ترضون احنا ما نرضى واضحه لا وبعدين في شغله انت تقول ان لما الانديه مثل توافق والاتحاد ما يوافق يجمعون العموميه يشيلون الرجلات شيلني طيب. لا ما عندي وقت لا يا ابو خلا علي خلى ما الوقت إذا والله انا خايف الانديه تشيلني انا كاتحاد انا والله لا يا اقعد على الكرسي اشتغل عدل يا شيلني واضح ابو علي انا الاتحاد لازم طبعا حمود يحطاني اول ظهور لك قلت لي اي الظاهر مني ابو علي لا 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 لانه ما اعطيته لا بعطيك بس قبل اعطيك ترى بالعصافير أيه؟ ارسل لي رساله ما اقدر اذكرها على الهواء أيه؟ في شيء بتوجه له اي قول له اللينك تم ان شاء الله تم وفيصل اسف كان الخلل كنت اتكلم عن خطه الاتحاد والمنتخب وشنو المفروض يصير احنا اليوم هذول اللاعبين لازم اول شيء يشاركون في الدوري لازم يكون في مشاركه لهم بالدوري تتغير لائحه لائحه شنو القران نعم انت صح انت اللائحه تسويها كبدايه موسم وتعدها وكذا بس هذا استثناء اليوم انت عندك مشاركه في بطوله مهمه انا برايي الشخصي بطوله مهمه نعم انت اليوم اول شيء تفرض على الانديه انهم يلعبون اثنين على الاقل اثنين شيء ثاني تاخذهم معسكر طويل او معسكرات يا هذه او هذه اي او يشاركون او معسكر بالضبط او معسكرات تخللها مباريات مع فرق قويه وجاسم قال كلمه حلوه خلينا نغلب انا مثلا يعني بفارق كبير مو مشكله بس بالنهايه استفيد صحيح ما اروح مثلا المعسكر بس تمرين بدون ما العب يعني مباريات حتى عند مباريات قليل جدا يمكن اعتقد مباراه او مباراتين لعبوا فهذه ممكن تساعد تضحك بس محمد ابي اروح المدرب يقرا اللعب يعرف هذا ابو علي مصر على موضوع المدرب ابغى اروح حق القحطاني اروح حق القحطاني روح شلون شفت لي المستوى يعني كلاعب اول شيء طبعا هارد لك اللاعب هارد لك كبيره اي هارد لك الخروج طبعا مو مستغرب بس المستغرب النتيجه هذه اللي المستغرب يعني بالامر هذا ونتمنى ان شاء الله يكون اعدادهم افضل من كذي زين محمد بس لي بسؤال بصراحه طيب. احنا شو قاعد نقول شنو الحلول احد الحلول فيصل يقول انه نجبر اثنين تحت السن انه يشاركون انت الحين لاعب فوق السن مواليد 97 فريق اول مقبوله عندكم كلاعبين انه في اجباري اثنين لاعبين تحت السن يشاركون عشان مصلحه المنتخب في النهايه اي طبعا اكيد مقبوله دام انه سامح لك النظام الاولمبياد سمحت لك انه تاخذ لاعبين بالعكس احنا نبي في الدوري في دوريكم اللي تلعبونه اثنين من كل نادي يلعبون في النادي ليش يلعب واحد بس واحد عندكم بالعكس 15 لاعب هذا بالعكس يعني حل ممتاز ترى طلب لاعبين المنتخب الاولمبي في مواهب في لاعبين زينين بس انه عطهم فرصه بس نظام يعني الخمس محترفين وفي لاعبين واجد كبار فصعب على اللاعب اللي هو بالعمر هذا الاولمبي انه يلعب تقييمك حق محترفين الدوري الدرجه الاولى الخمسه 5 5 5 5 ب 5 25 25 محترف في دوري الدرجه الاولى تقييمك حق مستواهم وايد كم ابو علي وايد كم تعطي محترفين يعني 7 6 من 10 اي بالعكس 6 من 10 هذا وانت لاعب وياهم يعني ممكن شوي جاملت بعد يمكن يكون ليش ما اخذ انا قبل الختام لحظه لا ليش ما اخذه انا كفريق الحين ايه؟ والعبه في الدوري في المشكله الدرجه الاولى الدرجه الاولى على الاغلب لحظه انت الحين تكلمت عن التفرغ الرياضي والتفرغ خلصنا من هذا خلصنا لا انت تكلمت عن التفرغ الرياضي ايه؟ هاي مشكله المشكله الاكبر مو احتراف ايه؟ وين الاحتراف هاي السنه الثانيه اللاعبين ما ياخذون احتراف الجزئي وين الاحتراف يعني لا تفرغ لا احتراف جزئي ردهم مثل قبل احسن اي والله ولا 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 تشتغلوا صح وانا اتمنى الحين من اخونا ابو عبد الله يوسف البيدان شو موضوع الاحتراف الجزئي للاعبين يعني انت تفرغ رياضي تكلمنا عنه ماكو لا تفرغ رياضي ولا الحين هاي ما في فلوس بعد هذه السنه الثانيه ما ياخذون احتراف جزئي للاعبين شوف ما يجوز هالشيء هذا دكتور انا بكلمك لان انت اشتغلت في الهيئه
اشتغلت مدير كرة تعرف الآلية. معقولة سنة كاملة ما تنزل احتراف؟ شوف أنت تعذر الأخوان الموجودين الآن لأن توم داشين للهيئة العامة الرياضة وكان هناك في لائحة قديمة يعني من الأخوان اللي قبلهم صح شالوها وحطوا لائحة جديدة ردون اللائحة القديمة ردوا على اللائحة القديمة ولكن أنت باللائحة القديمة يبي شوية على قولتهم استعجال بالإجراء. انا كلمت اخوي بشار عبد الله قبل فتره وقال ان احنا راح بصدد ان يرسلون كتاب حق الانديه على اساس تجديد البيانات للاعبين عشان تنزل فلوسهم على اساس تنزل فلوسهم اولو هذا السؤال يعني معلش بشار واخوي عبد الله البيدان يا جماعه الانديه لان هذه فلوس اللاعبين فعلى الراحه على الراحه انا يعني تعاملت مع القصور من الانديه بالضبط القصور من الانديه على ابو عبد الله البيدان وعلى اخوي بشار عبد الله ارسال كتاب لاحق بتحديد موعد بتسليم بيانات اللاعبين خلال مثلا مدة 10 أيام اللي ما راح يجيب بيانات اللاعبين راح نوقف إعانة السنوية مالتكم هنا يدزون راح يدزون ليش؟ لأن أنت رحت لهم الآن هم مو مهتمين لأن هذا فلوس اللاعب مهتمين باللاعب هذا الحين ما خذا ما نشغل فيه ولكن لما تروح لهم حق الإعانة السنوية أقسم بالله قاعد أقول لك قدام المشاهد هذا خلال 4 أيام بالكثير كل بيانات اللاعبين موجودة يصخرون النادي كله من الموظفين الموجودين بالنادي من المسؤولين على الالعاب من رؤساء الاجهزه حق هالموضوع هذا خلصوا بيانات اللاعب فما يصير هذا وين راجع حق الهيئه العامه للرياضه اذا كان الهيئه العامه للرياضه بيتمون على الكتاب ارسال لكم كتاب بدون ويخلونها مفتوحه صدقني يا ابو عبد الله ويا ابو عبد الله بشار عبد الله ويا البيدان ترى الانديه ما راح تتحرك لان هذه فلوس لاعبين. شكرا جاسم وهدي، شكرا كابتن محمد كرم، شكرا خالد الشمري، شكرا ضيفنا لاعب محمد قحطاني. وصلنا للختام، نشوفكم ان شاء الله عن قريب.